ممكن نقول أنها فعلا قمة التحديات تعقد في الجزائر. العالم يعترف المنتدى وحتى الدول المستهلكة تعترف بقيمة الجزائر لأنه قيمة مضافة للجزائر، جزائر شريك ذا مصداقية دائما أو استطاع أن يوفي بوعوده بالنسبة لضخ كميات الغازية، بالإضافة إلى الأمن. يعني نحن نعلم جيدا بأن هناك كذلك مشاكل أمنية في منطقة الساحل، والجزائر لديها مقاربة مهمة في حماية المنشآت الغازية والنفطية. الغاز هو طاقة انتقالية، يعني هو طاقة أكثر نظافة، أقل نسبة من البصمة الكربونية، فهذه الطاقة تحتاج إلى في النهاية إلى حماية، يجب إعادة تأهيلها، الدفاع عنها، ثم كذلك أن لا تكون في النهاية سبب للخسارة، لأنه لا يمكن الآن سعر الغاز يباع بأسعار يعني منخفضة، في حين أن تكاليف الاستغلال وتكاليف التسويق وتكاليف الحماية مرتفعة جدا. إبقاء على دور فعال للمنتدى وكذلك العمل من أجل الارتقاء إلى مستوى متقدم، أي أنه لا يمكن الاحتفاظ فقط بالمنتدى كمنصة للتشاور والحوار، وإنما لتعزيز التعاون داخل المنتدى بين الدول الأعضاء. المهمة المنوطة بالجزائر كذلك هي قضية الحفاظ على الغاز كسلعة استراتيجية، يعني لا يمكن لدول تمتلك أكثر من 70% من احتياطات العالم وهي كذلك تمثل 40% من الصادرات الغازية، لا يمكن كذلك أن تتأثر بتقلبات السوق وكذلك التقلبات الجيوسياسية، أي أنه كيف يمكن إيجاد أدوات من أجل التحكم في أسعار الغاز، لأن اقتصاديات هذه الدول مرتبطة كذلك بهذه السلعة ولديها تأثير مباشر على الأمن القومي.